السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد من One Hour Networking. بس حبيت يعني قبل ما ننتقل لموضوع اللي هو الكابتيف أو اللي هو هون اللي هو كابتيف بورتال. طبعا بالنسبة للكابتيف، أو قبل ما ننتقل للكابتيف بورتال، أنا خلينا نكمل وايرلس بعدين. أنا دائما متحمس مش عارف ليش، صار لي فترة مش مسجل. ف انتوا شايفين هون ما في عندي غير بس هذا الانترفيس. طبعا هاي عبارة عن يو اس بي واي فاي او وايرلس كارد، يعني بسيطة جدا. فعلشان هيك يعني انتوا شايفين هون فعليا هي يعني انفراستراكشر بيسك سيرفيس سيت. ف بهاي الطريقة انت بتقدر تشبك على وايرلس او واي فاي راوتر. فبدل ما انت يعني تقوم بعملية وصل ما بين جهازك او ما بين فاير وول وما بين دي اس ال راوتر، فانت بتعمل هاي العملية عن طريق الواي فاي. لكن اللي بدي اورجيكم اياه هون، خلينا نفرض، هل فلنفرض انه هاي الوايرلس اكسس وايرلس يو اس بي كارد قادرة على انها يعني تقوم بعملية الاكسس بوينت، يعني تبث مثلها مثل راوتر، يعني احنا بدنا نبث من هاي. فخلينا نسميها واي فاي، وبعدين ننتقل لهون على الستاتيك اي بي فيرجن 4، بعدين من هون بتحطوا الام تي يو اللي هي مع، يعني انا بحب احط الام تي يو، ما بعرف ليش هيك تعودت يعني. وهون طبعا عندك الماك ادرس، اذا في عندك ماك ادرس معين، او انت مثلا علشان تعمل شو بيسموها هاي ادفانس سيكيورتي خلينا نسميها، فانت بتقدر تعمل ماك ادرس فلترنج عندك على الدي اس ال راوتر. فعلشان ما حدا يقدر يشبك، يعني فرضا انت من الفاير وول الكل لازم يشبك من الوايرلس تبع جهازك، فانت مثلا بتحط الماك ادرس معين اللي حاب الكل يشبك عليه. هنا مثلا خلينا نحكي 20 30 اي بي ادرس، تنساش انه سلاش 24. ليش؟ لانه او انت بتقدر تحطها اللي بدك اياه، لكن سلاش 24 اللي هي اخر شيء هي 956 هوست. ريزيست كامون سيتنجز، هاي لو كان عندك يعني لو انا كان عندي الوايرلس اكسس بوينت عليه اكثر من يعني لو كان عندي اكثر من اعدادات متعدده للوايرلس اكسس بوينت، فانا بقدر اعمل ديسيبل لهذا او انيبل له. خلينا نجرب اورجيكم اياه على كل حال. طبعا هون الستاندرد، ستاندرد اللي هو ايش المدى. طبعا انا عندي هاي اليو اس بي كارد بتسمح بي وجي. تنسوش انه في عندك اي، لكن اي يعني ديبريكيتد انتهى موضوعه. ف 802.11n اللي هي احسن ستاندرد، اللي هو يعني بيوصل 150 ميجا بت بير سكند او 110، ما بعرف بالضبط قديش، لكن هو ممكن يوصل ل 300 ميجا بت بير سكند. فيفضل انك تحط جي. هون بروتكشن مود، بتقدر بروتكشن مود تعمل اوف، هاي علشان يعمل بروتكشن على الفريم، يعني على اللاير 2 خلينا نسميها. او بتستخدم سي تي اس ار تي اس. الشانل خلينا نحطها 11. ريجوليشن في عندك اف سي سي، اف سي سي 3 جابان كذا، ف يعني نحط اف سي سي خلينا نفرض. البلد اللي هي جوردان، جابان جابان جوردان. ولوكيشن وين انت؟ طبعا هون بحكي لك شو اللوكيشن تبعك، ولكن هون بحكي لك شو طريقة البث. ليش؟ لانه انت اندور لما تكون داخل المنزل فانت بتستخدم مينيمم، بينما لما تكون اوتدور خارج المنزل قاعد بتبث بالشارع واي فاي، ف يعني انت يعني لازم خلينا نحكي انه تستخدم اكبر مدى لانه في الخارج انت بتكون. الان هنا شو طبيعة البث؟ خلينا نحكي anywhere.
او خلينا نسميه خلص خلينا نحطها outdoor. في عندك هون basic set service set ad hoc access point. فانا بدي اياه access point مثلا خلينا نسميه lab. بدي اياه جي اونلي. اذا كان عندي اجهزه قديمه ما بتقدر تشبك على هاي الاكسس بوينت او الواي فاي تبعي. انترا بي اس 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 كوميونيكيشن. هذول كلياتهم اشياء. هايد مثلا هاي خليني احكي لكم عنها. طبعا هاي علشان الكواليتي اوف سيرفيس هاي. لكن هنا انا بدي احكي عن هايد اس اس اي دي. مرات اذا بدك تخفيها يعني ما بيشوفوها الناس ما بيقدروا يشبكوا عليها، لكن في طريقة عشان تظهرها. لكن اذا حبيت نقدر نعمل عملية اخفاء ما في مشكلة. انيبل ويب. هنا اذا عملت انيبل ويب لكن ما حدا وايرد اكويفالنت برايفسي او بروتكشن، لكن انت استخدم دبليو بي اي اللي هو ايش نحط هوم لاب 1 2 3. ما بعرف شيء اللي يعني دبليو بي اي مود. طبعا انت راح تختار 2 افضل. دبليو بي اي كي مانجمنت خلي بريشيرت كي اوبن سيستم اوثنتيكيشن شيرت كي اوثنتيكيشن. هاي طبعا بالنسبه لايش التشفير. تشفير يعني مزبوط انت شبكت على الوايرلس اكسس بوينت. الان احنا بنتكلم كيف يتم نقل بياناتك او كيف يتم نقل الباسورد تبعك. طبعا انت في ايس اللي هو ادفانسد طريقة تشفير لايس اللي هي والله راحت عن بالي، بس اتوقع انه هي مقصود فيها الايس اللي هي ادفانسد انكريبشن سايفر. لا مش سايفر، اس سي هذيك راحت عن بالي صراحة. ادفانسد انكريبشن ستاندرد. ستاندرد. وهون الان الكي روتيشن كم مرة بنبدل الكي. ماستر كي ريجنريشن ستريكت كي ريجنريشن. هون بلشنا نتكلم عن اللي هي لاير 2 اوثنتيكيشن او سكيورتي. اخر شيء اذا انت بدك تعمل بلوك على هاي للبرايفت نتوركس وبدك تعمل بوغون زيها زي اي انترفيس اخر. اخر شيء تحفظ الاعدادات تبعتك. بنعمل ابلاي. يعني انا من تجربتي هون لانه اصلا الـ يعني اليو اس بي كارد يو اس بي بسيطة جدا ما بتدعم اشياء كثير فما نجحت العملية. لكن يعني خليني القي نظرة هون على جهاز ثاني او نقي نظرة هون. لا ما في، مش موجود. المفروض تكون هون بين ال بين واي فاي نتوركس موجودة عندي. ليش؟ لانه الفاير وول بجنبي يعني مش هاي. لكن يعني شيء جميل يعني انه نتكلم عن الواي فاي. حاليا راح انهي هذا الفيديو، بعدين نعمل فيديو اخر للكابتف بورتال لانه يعني صار فيديو كامل عن الوايرلس او الواي فاي وايرلس اكسس بوينت والى اخره. شكرا لاستماعكم. السلام عليكم ورحمة